السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم مع كريم في حكاية جديدة من حكاية كريم. اليوم غادي نهضر على واحد الموضوع اللي بان البارح ولا البارح، وهو يعني أنه الأمن الوطني مع المخابرات وهذا الشيء، يعني أنهم شدوا واحد ثلاثة أو أربعة أشخاص يعني في الحي الجامعي نتاع أكادير، وكان بالحوزات ديالهم يعني أسلحة بيضاء، واللي هي عبارة عن سواطير، يعني واحد الخشبة طويلة بحال هكا ولاصق فيها واحد الحديدة يعني مضية بحال شي منجل، يعني مصايبها شي حداد يعني هكا يعني تقليدي غير. فهاد القضية هذه اللي راها دابا في يعني في النيابة العامة والتحقيقات وسميتو، فحيث انهم توصلوا بان كاينه شي عملية نتاع يعني شي واحد غادي يدخل شي اسلحة للحي الجامعي، فهنا يعني انه اما تبعوا الشخص او يعني سميتو حتى شافوا ان الطاكسي يعني انه حبسات قدام الحي الجامعي، والشخص اللي كان داك يعني اللي جا كيتسلم داك يعني داك المسائل، فمنين شدوهم وحلوا سميتو كيتفاجئوا بديك السواطير. فهنايا يعني بغيت نهضر يعني على الطلبه وعلى هاد يعني العادات يعني القديمه يعني منذ يعني سنوات، هاد الصراعات يعني ما بين الطلبه في الجامعه اللي كتوصل حتى القتل، ويعني انه يعني انه الحريق، ويعني مسائل يعني الرعب يعني الرعب. فالناس اللي عاشوا في حي جامعي او الناس اللي عندهم ديور بجنب الحي الجامعي يمكن عارفين هاد المسائل هادي اكثر من الناس الاخرين. فهنا اللي بغيت التساؤل ديالي هو هاد الطلبه هادو اللي كيمشيو يقراو مثلا، وخصوصا يعني انهم اللي كيجيو من مدن بعيده، يعني ما كيكونش عندهم جامعه، كيجيو من مدن بعيده، فالاغلبيه ديالهم يعني انك تلقاهم فلاحه او موظفين، باواتهم موظفين او فلاحه، او يعني انهم ما عندهم شي دخل، يعني ما ميسورينش، لانهم كون كانوا ميسورين يعني انهم غادي ياخذ له دار ولا شي حاجه بوحدو باش يتفادى المشاكل، او انه غادي يدخلوا لشي جامعه يعني نتاع يعني خاصه ولا شي حاجه باش غادي يقراو ولا شي معهد ولا شي حاجه. فهاد الناس هادو ما جابوش معدلات كبار يعني باش يدخلوا المعاهد العليا ولا هذا، فدخلوا للجامعات العاديه. فهنا يعني انه الاب يعني انه كتلقاه والام يعني انهم كيتكلفوا ربما كيقلعوا من القوت ديالهم باش يعطيو لذاك الدري باش يمشي يقرا، يعني انه باش يعطيو فلوس المركوب ويعطيوه يصرف في السيمانه او في الشهر على حسب شحال بعيد، ان كاين اللي كيمشي في شهر وشهرين عاد كيجي، فكيعطيوه ديك كيعطيوه ديك الفلوس. كاين اللي كيبقاو يصيفطوا له يعني انه شهريا الا كان بعيد بزاف، يعني انه كيتمرتو باش يصيفطوا له ديك الفلوس باش يقرا. فالسيد فانه في حي انه في حين انه خصو انه يتبع الدروس ديالو ويمشي يقرا وهذا، كيبقى مع يعني كيتعرف على جماعات وكيخصو ينتمي لها بودا، لان فاش حنا فاش دخلنا للجامعه والحي الجامعي يعني انه الناس كيبغيو يستقطبوك، كيجيو دوك الاخوان يعني انه كيبغيو يستقطبوك، وكيجيو دوك القاعديين كيبغيو يستقطبوك، كل واحد كيبغي يجبد يعني الانصار ديالو، وكيبقاو يعني انهم باش يعني انه كما كيقولوا كثرة الغلب السبع، فكل واحد كيبغي انه الطلبه الجدد اللي جاوا انهم ينتميوا ليه. فهنا إذا كنتي ضعيف شخصية فهنا كذا لابد كتمشي مع شي تيار ولا كتمشي، إذا كنتي إنسان اللي باغي تقرا على راسك ويعني تحصل على معدل وبالتالي تخرج يعني ديك السنوات نتاع الجامعة، يعني أنه كانت 3 سنوات أو 4 سنوات ولا شي حاجة غتساليها، يعني أنها ما تبقاش تكرر سنوات ولا شي حاجة، وبالتالي تاخذ داك الشهادة ديالك وتاخذها عن استحقاق، يعني أنه تكون عندك المدارك، ماشي غير أنك يعني حرستي أو شي استدعى وناك ولا شي حاجه وخديتي شهاده وخرجتي وبقيتي كتغوت وتقول راني باغي نتوظف ولا شي حاجه. فكاين الناس اللي كيقراو عن جد وكياخذوا الشهاده ديالهم، وبالتالي هنا الا كان داير حقوق ولا داير هذا كيمشي اما للسلك الدبلوماسي ولا يمشي للمحاماه ولا يمشي
يعني المخابر، ولا كل واحد على حسب الدراسة ديالو. فهنا اللي كان ندير عليه هو ان هاد الطلبة اللي كياخذوا هاد الشواهد، اللي كياخذوا هاد يعني شهادات البكالوريا وكيتوجهوا للجامعة المغربية، الجامعة يعني العمومية، وكيتوجهوا وكيمشيو يعني يعني من مدينة لمدينة مغربين على والديهم، وخصوصا يعني بحال دابا الظروف يعني، ولا هنا يعني رمضان عايشين في واحد يعني انهم بعيدين على الاهل والاحباب. فغادي يتبع قرايته، فغادي داير جماعات وداير يعني من جماعه يعني انها تناقش بعض المسائل، الى وصلت حتى انها عصابه او جماعه ارهابيه. ف يعني انهم كلفوا الحداد اللي يصاوب لهم هذا السواطير، وكلفوا مول الطاكسي اللي يجيب لهم هذا. فهذه عصابه مكونه، عصابه او خليه يعني انها منظمه، ماشي يعني انه كاين اللي غادي يدير اللي غادي يصاوب، وكاين اللي غادي ينقل، وكاين اللي غادي يستلم، وكاين اللي غادي يفرق. يعني كاينه مهام عند الناس هذو يعني. ما قالوش في الاخبار، او انني ما وصلنيش يعني الخبر يقين يعني، لما كاين سامي وهاد الاربعه او وكيف ما كان العدد ديالهم، فهما اكثر من اربعه، لانهم السواطير كانوا 20 سطور يعني. او كاين نقولوا حنا الشاقور، ماشي الشاقور ولكن داير بحال المنجل، داير بحال المنجل. فهنا ان العدد كبير يعني، وجايبين دوك غادي يفرقوهم على الناس ديالهم. فهنا كيف ما يبغى تكون ديك الجماعه اللي كينتميو لهاد الناس. فانا ما كتبغيش تخلي للراس كيفاش انسان غادي يقتل انسان اخر، كيف ما بغى يكون يعني التوجه ديالو للفكر ديالو لهذا. فانتوما مشيتو تقراو، مشيتو تبعوا الدروس ديالكم، عندكم واحد الهدف هو اللي غادي دير ما بين عينيك، يعني انني غادي ندخل الجامعه، عندي 4 سنين تاع الدراسه، غناخذ الشهاده ديالي في 4 سنين، وغادي ندير هذه، فغادي نقلب على راسي. فديك السنوات يعني انه كتشوف يعني اصدقاء، ولا كتشوف يعني عائله، وكتشوف يعني كتسول على راسك يعني انه اللي دار ديك الشعبه اللي كتقرا انت، فين مشى، فين جا. يعني واحد كان قبل منك مثلا بواحد سنه ولا سنتين، وبقات واحد العلاقه يعني انه فيسبوك ولا في واتساب ولا شي حاجه، وغادي يقول لك راني لقيت خدمه، فين وها فين. تسول على راسك وتشوف يعني تشوف المستقبل ديالك. فانت كتشوف ان غادي نقتلوا هذوك ونغلبوا هذوك ونديروا هذوك، يعني انه احنا هنا في اوروبا ما كاينش يعني كتمشي للجامعه كتقرا، كاين اللي كيعطيها الحفلات ويعطيها هذا يعني سامدي سوار، كيمشي لك لي بواط ويمشي لك هذا، راه حتى اللي كياخذ الشهاده ديالو كيجلس ما كيديرش، واللي كيقرا على راسو كيتبع وكيدير راه كياخذ الشهاده ديالو وكيمشي كيخدم بها. ف يعني ما فهمتش انا، ما بقاش فيكم الوالدين ديالكم يعني انهم اللي راهم كيضربوا تمره وكيضربوا سميتو، ودابا غادي يبقاو تابعينكم يعني الكوميساريات والحباسات وسميتو بالكفار وسميتو، والمستقبل ديالك اللي مشى يعني انه ما غاديش تحاولوا ترجعوا، ما كنظنش انهم غادي يسمحوا لكم ترجعوا لديك الدراسه ولا هذا. فالفرصه ديالكم مشات، وما كنظنش حتى لو ان بغيتي تخدم يعني او لقيتي شي وظيفه، ما كنظنش ان الاسم ديالك دابا تلوت، ما كنظنش ان شي واحد غادي يخدمك ويعطيك شي يعني شي عمل اللي يعني يدير لك الحياه الكريمه. فهنا اللي كنبغي نهضر انه ملي كيبقاو يهضروا هاد الناس يعني الناس اللي يعني نقولوا بسطاء يعني، واخا يكون فلاح مثلا عنده 12 قطار ولا عنده هذا، فراه هذاك الشيء اللي كيدخل يعني الى شط له واحد 4 مليون ولا 5 مليون يعني انه في الكونت ديالو، راه ما كاين حتى الحد، لان كتكون عنده عائله وولادو عايشين معاه وولاد ولادهم، وهذا يعني انهم عارفين، راكم عارفين الحياه نتاع الفلاحه في المغرب. ولا ما طاح الشتاء ولا طاح الشتاء يعني انه كيبقى واحد الظروف. ثانيا الا كان موظف يعني انه كياخذ مثلا واحد، واخا تكون واحد 60 ولا 70 ولا 80 الف ريال، يعني انه حتى 100 الف ريال راه ما تقدوش باش يعيش ولادو اللي معاه تما، وباش غادي يعطي واحد اللي راه كيسافر يعني انه باش يقرا وباش يخدم، باش يقرا باش ياكل وباش يشرب يعني انه المطابيع وهذا. فهنا كيتعذب وكينقص داك الشيء وكيعطيه لك باش تمشي تقرا، وانت في الاخير تجي ويتصلوا به الشرطه ويقولوا الابن ديالك راه مشدود، لانه لقيناه يعني كينضم ل
العصابه يعني انه هو يعني كاين ناس كيقول راه الدري راه كيقرا على راسو. فهنا حتى لما بقاش فيك راسك ولا هذا، فكر في الوالدين ديالك، فكر في الخوت ديالك، لو عندك شي اختك ولا هذا، شكون اللي غادي يبغي يدي الاخ الاخت يعني ديالك لو انك تشديتي يعني مع عصابه، يعني ما يجي غير شي مجرم ولا شي واحد اللي غادي يخطبها، واش غادي يخطبها شي واحد اللي يعني اللي بسميتو واخا تخدم ولا هذا. يعني ربما الا شي واحد سمع بان الاخ ديالها مشدود في عصابه اجراميه راه غادي يتخلى عليها او انه ما غاديش يقرب ليها. فمن هنا فكروا في العائله ديالكم، فكروا في راسكم، ما تخليوش اي تيار ولا شي حاجه، اجي تكون معايا، اجي نقتلوا هادو، اجي نديروا، فين عايشين، ما فهمتش انا. يعني الانسان دابا راه يمكن تعطيه دجاجه تقول له قتل ذبح عليا، يقول لك راه ما قديتش، يجي يهزك ساطور ويهبط لك على شي واحد. وما لان هذه القضيه انا كتألمني بزاف، لانني عشتها. كنعقل في 92، يعني 92 كنت في الحي الجامعي نتاع مكناس، وكانوا يهجموا الاخوان على الرفاق، وكان رمضان، يعني انهم كنا كنطيبوا السحور ديالنا، والوقت اللي وقع الهجوم يعني انا طفينا البوطا، يعني طفينا الضو، وتكمشنا في البيت ديالنا احنا واحد الربعه، انا واحد ثلاثه الاصدقاء كانوا عايشين معايا في نفس لاشامبر، فطفينا كل شيء حتى دارت ثلاثه الصباح ولا داود الفجر ولا شي، مشاو يصلوا الفجر. فمن تما نقزنا السور وهربنا وبقينا دايعين، يعني انه من ثلاثه الصباح ما وصلنا للدار حتى شي 9 ولا 10، وكانت الشتا كطيح، ويعني الخوف، وسميتو ان الخوف من الشبارة تاع الزنقة، والخوف من دوك الناس، يعني انه والخوف من البوليس، لان الا حتى الا تشديتي يعني باش تثبت بانك ما كنتيش معاهم او كنتي معاهم، فكانت المسائل شي شويه يعني فيها بزاف نتاع سميتو. فخرجنا ومشينا والحمد لله وصلنا، غبنا شي سيمانه، يعني انا وصلت مريض، لان الاصدقاء ديالي هذا مراد، يعني منين رجعنا لقينا الدراسه تحبسات واحد شهر ولا شهرين، يعني مشاو الدروس مشاو هذا. فلهذا الله يهديكم، الله يهديكم الوليدات اللي كتدخلوا للجامعه ولا كتدخلوا لهذا، قابلوا قرايتكم. الا ما كانش عندك الغرض بالقرايه، من الاحسن تمشي تشوف شي صنعه ولا تشوف شي حاجه ماديه، ما تضيعش داك 3 سنين ولا 4 سنين تمايا في يعني شد لي نقطع ليك وسميتو. فهذا الشيء اللي بغيت نقول، ونتمنى ان الميساج ديالي يوصل سواء للوالدين او للابناء. والى فيديو ان شاء الله جديد، مع السلامه.